السلام عليكم، كداري لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ كلشي مزيان؟ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم كاب كيك. نزو المقادير: عندي كاس ديال دانون ديال البنان، ثلاثه البيضات، كاس ديال سنيده بالعبار ديال الكاس ديال دانون، نص كاس ديال الماء، كاس لاروب ديال الزيت، معلقه كبيره ديال الكونفيتير، ومعلقه كبيره ديال الخل وقبيصه الملح، وشاصيه ديال الفاني، وجوج خمارات من فئه 8 غرام، وثلاثه الكيسان ديال الطحين معبورين بالكاس ديال دانو. توكلوا على الله. بسم الله. غادي نبداو بالبيض. الا بغيت ديرو في الكاس ديال مولي نفس ديرو سنيده، قبيصه ديال الملح، الفاني، انا رديت الفران تيسخن على درجة الحرارة 180، من غنخشيهم يطيبو غنديرهم على 160. غنخلط هادشي ورجع معاكم على ودي الصداع. هو خلطتو، خاصو يجي فحال هكا، خاصو يتخلط مزيان البيض مع سنيدة. غنديرو الزيت ونبقاو نخوي دقة بدقة. الجهد ديالو خدمو غير بشويه، دابا انا دايره على واحد. ندير الماء، نزيد الخل، غادي نزيد الدانون بالخل، معلقه ديال الخل، معلقه ديال الكونفيتير، غادي نطربهم ونرجع معاكم. دابا غنديرو الدقيق، غتبقاو تخوف شويه بشويه، ما تديروش كلشي بدقه. نكمل غير بالطراب اليدوي. عندي البول صغير، شي مشكل. الطحين راه ربلتو، مرات
نخدمو غير بشوية غير بالعقل. خصني نزيد المهم نخلط هادشي ونرجع معكم البنات. انا درت الخليط هنا ونخوي ما تعمروهمش غير النص مازال ما يتنفخوا. خليو لهم الجد باش يطلعوا. دابا غادي نديرو الشوكولاط من الفوق و بيبي تاع الشوكولا. مازال عندي الخليط عندي غير هاد الطاوة فيها غير 12 تتسالي الطبادي و كما داكشي يطيب لي باقي. دابا غادي نديرو نقص الفرن درجة الحرارة ولات على 160 درجة. غنديرهم دابا يطيبو نديرهم شعلة غير من التحت. ملي غادي يطيبو ليا من التحت غادي نشعل الفوق ان شاء الله. البنات هذا هو الكاب كيك ديالنا، هو طاب. شو كي جا تبارك الله غزال. لي معمرها ما دارتو غيصدقليها من اول مرة غادي يصدقليها. كنتمنى من الله يعجبكم وتشاركوا مع الاهل والاحباب ديالكم وديروا ليا جيم وتنساوش تفعيل الجرس ونحلوا وحده ونشوفوها كيفاش جات. تيجيو زوينين ورطبين. زوينين يديو وليداتكم من المدرسه والكوتي هنا في الدار. شكي جات تبارك الله. غزالة تبارك الله كي جات.